والله احنا في منطقة تحتاج إلى يعني طاقة أقوى من ما هي عليه الآن، لأنه عندنا يعني توسع في العمران وانتشار كبير، وطبعا كل بيت احنا في زمن متقدم، كل بيت فيه أجهزة متنوعة، ثلاجة، غسالة، تلفاز، يعني أدوات كهربائية كثيرة الاستعمال. فالكهرباء عندنا يعني في الوضع اللي فيه حاليا تحتاج إلى تقوية أفضل، نوب تطفي نوب تضوي، لأنه فيش محولات، فيش جو كهرباء، فيش جو كهرباء من عندنا من مرة، يعني حط أخرى ضوين ثلاثة برا كلها بتطفي عندي. يعني الكهرباء في الليل بتطفي، بالثلاجات بيقوم مش كويس، عندي ثلاث ثلاجات، يعني بدهن شو اسمه محول طاقة اللي يساعدهم. عندنا الأجهزة بتطفي في الكهرباء، عندنا أجهزة بتطفي، عندنا تلفونات لما بتشحن أو الثلاجة أو المراوح، يعني بشكل عام مبين إنه الكهرباء ما بتقيمها تقريبا. البلدية اللي توفر المحولات اللي بتمد يعني البلدية والطاقة الكهربائية بالقوة اللازمة. بنطالب في البلدية إن 100 ثانية، بنطالب في البلدية بدنا كهرباء قوية وبدنا كذا وبدنا كذا من دون فايدة، بقول لك ما فيش عندنا احنا مصاري. هذا بنطالب البلدية بوضع محولات كبيرة. الشيء قوي الكهرباء عندنا، الإنارة في الشارع برضه احنا بنيجي بنروح في النهار وفي الليل بنيجي على المساجد. تقوية الكهرباء في منطقتين اللي هي منطقة اسمها وادي جحيش ومنطقة الصفي، عملنا محطات تحويل، وإحنا بصدد عمل محطات تحويل، ويمكن خلال الأيام القادمة يتم تنزيل عطاء لشراء محولات لمناطق أخرى اللي حكيت عنها الدير ومنطقة أمغانم، راح يكون هذا إن شاء الله في المرحلة الجاي. إحنا طورنا في منطقتين وراح نطور في المناطق الثانية اللي فيها ضعف كهرباء اللي تفضلت فيها خلال الأشهر القادمة.